سيدي محمد البطل الرئيسي بيرسوناج برينسيبال دون لا بواط ا ميرفي لونفون دو 6 ans كنسكن جابيت دار شوافة كنزة كنزة هي لا فويونت شوافة سي لا فويونت يعني كتدير داكشي ديال الشعوذة ما مير لالا زوبيدا مون بير معلم عبد السلام المواضيع اللي مهمة في لا بواط ا ميرفي ديالي اولها هو الموضوع ديال لونفونس لان انا طفل إذن في هذا الرومان أوتوبيوغرافيك كنشوفو كيفاش كيعيشو لي زونفون دوزيام سوجي تري امبورطون هو الموضوع ديال لا سوليتود الوحدة لأن أنا كنعاني من الوحدة باسكو أنا جو سوي ان انفون اونيك ما عنديش خوتي أنا ماشي وحيد حيت ما كاينينش الناس لا كاين كاين مامي كاين مون بير كاينين الجيران ولكن المعاناة ديالي أنني أنا ما عنديش خوتي إذن الوحده لا سوليتود كاين موضوع ديال لي فوازان لان حنا كنسكنوا في واحد الدار فيها الجيران لي فوازان لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالهم عندنا لي زافونتاج يعني المزايا اي لي زانكونفينيون صافي دير الحوايج لي سلبيات كاين ليدي دو ليكول لان انا كنمشي لواحد المدرسه سميتها المسيد سي ليكول كورانيك فيها الفقيه وهنا تاني كنمشيو للموضوع ديال لا بونيسيون لان الفقيه كيعاقبنا وكيركب فينا الخوف دونك كاين لي سنتيمون لا بور لانكيتود لو مالور فوالا كاين ليدي aussi ديال لي فيت كاين لي جوي لي جو كاين ليدي دو مارياج كاين ليدي دو باردون باسكو لالا عيشة اللي صاحبت ماما ما كتولدش وراجلها مولاي العربي غادي يتزوج عليها واحد النهار ومن بعد غادي يعاود يرجع وهي غادي تسمح ليه التسامح سي لو باردون ليدي دو باردون كاينه في لو رومون ديالي كاينه ليدي ديال لا فالور ولا لامبورطونس ديال الوجود ديال الاب في العائله لان انا ملي غادي يسافر الوالد ديالي نظرا لظروف ماديه غادي يسافر غيخلينا بوحدنا حنا في داك دو ديبار ديال لو بير البلاد غتخصنا بزاف غنحسوا بحال حنا يتامى بحال ما عندنا والو ونهار اللي غادي يرجع غترجع السعاده معاه وغترجع الطمانينه لو بونور لا جو هادو من بعد وكاين الموضوع ديال لا سوبرستيسيون الشعوذه والمعتقدات لي كرويونس وكاين ليدي ديال لي كوتوم اي لي ريت العادات والتقاليد كاين مواضيع اخرى غنطرقوا ليها مع الاستاذه امينه هي اللي كتعرفني مزيان وكتعرف لا بواط ا ميرفي ديالي اشنو فيها الصندوقه اللي هي لا بواط ا ميرفي صندوقه العجائب فيها دي بيتي زوبجي اللي انا كنفهمهم وكيفهموني وكاين ليدي دو لا كومونيكاسيون بيني وبين هذيك الصندوقه ديالي وهاد لا بواط ا ميرفي اون طونك رومون حتى هو مليء العجائب والمغامرات الاستاذه امينه هي اللي غتهضر لكم على هذا الشيء وغديطايي وغتشوف معكم بزاف ديال لي لوسون دو لونغ منهم لو شون ليكسيكال لي كونيكتور لوجيك لي فيغور دو ستيل لو ريجستر اي لي نيفو دو لونغ ايوا هذا المكان هذه هي لا بواط ا ميرفي صندوق العجائب ميرسي